تحيتي. موعد جديد في المحقق مع سلسلة أشهر القضايا العالمية. قضية بتسيرنا إلى ظاهرة بامتياز هي ظاهرة أمريكية، لكن عندنا بعض الظواهر اللي تشبه لها في عدد من بلداننا العربية. ظاهرة الإنجيليين ولا ليزيفانجيليست، اللي هما عبارة على كنائس تنتشر هنا وهناك وتدعو إلى وكأنها ديانات، يعني عبارة على ديانات بطريقة أو بأخرى تدعي هي الوصل بالكنيسة وتدعي الوصل بالمسيحية، ولكنها ديانات وبالتالي فيها الداعية الزميم في هذه الكنائس هو داعية وإلا كما هم يسميوه نوع من النبي. في هذا الإطار تتنزل أحداث القضية متاعنا بالنسبة لليلة. لكن قبل ما نجيو لتفاصيل هذه القضية الجديدة، لشكون فيكم لم يلتحق بعد بالمحقق، أدعوكم أنكم تلتحقوا معنا على قناة اليوتيوب، مع شكري لكل واحد واحدة من 250 ألف مشترك في المحقق. شكرا لكم جميعا، شكرا لكم على وفائكم. وصلنا لل 250 ألف وما زلنا ننتظر في توسيع أعداد شعب المحقق. أما الآن إذا كانكم حاضرين هات ننطلقوا في تفاصيل هذه القضية المثيرة الجديدة. إذن قضيتنا لليلة تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية، وتحديداً مدينة كولومبيا اللي موجودة في ولاية ليلينوا، وترجع بينا لصبحية 5 ماي 2009، وقت اللي كريس كولمان عمره 32 سنة وقتها روح يجري لداره من السال دو سبور وين يلقى شرطة تستنى فيه ويعلموه بالخبر اللي ما كانش يتمنى يسمعه. عائلته الكل تقتلت في الدار. كريس وقت اللي كان يتمرن في قاعة الرياضة كان يكلم في مرته، كلمها أكثر من مرة، كيف ما تحصلش عليها كلم جاره. جاره هذا هو محقق، هو بيدو في الأمن اسمه جاستين، وهو اللي بش يتوجه للدار وبش يشوف المشهد اللي بش نحكي لكم تفاصيله. المحقق جاستين يمحلوا حد الباب بعد ما دق 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 على المرأة الباب، ما حلتش الباب بدار باش يشوف منين ينجم يدخل للدار وتفهم من بعد لماذا أصر على الدخول. باش يلقى شباك في الطابق السفلي محلول، يدخل من تلك النافذة ويصدم بالمشهد اللي شافه. شيري هذه زوجة كريس عمرها 31 سنة، كانت مقتولة وهي في فرشها. جاريت ولد الكوبل عمره 11 سنة كيف مقتول في فرشه، هو وجابين خوه ولد 9 سنين، كل واحد من الضحايا مقتول في فرشه متعرض للخنق. لكن الحاجة اللي جلبت انتباه المحقق جاستين هذه أول ما دخل للدار قبل حتى ما يكتشف يعني أو ما يكشف يكتشف الجثث الثلاثة، هي ريحة الدهن اللي موجودة في الدار، رائحة الطلاء. في بلايس مختلفة في الدار اكتيبة بكل البومبة عرفتوها متاع اللي يكتبوا بها على حيوت، اكتيبة على حيوت وعلى فرش جاريت رسائل تقول تمت معاقبتهم. بالوقت جاستين كلم زملائه، جاءوا المحققين، جت الشرطة الفنية، قاموا بتأمين مسرح الجريمة والمعاينات الأولية. بعدها بدقائق وصل إذن كما قلت لك كريس تحديدا مع 7 متاع الصباح، كان في حالة هستيرية. رغم هذا
باش يتم نقله بالوقت لمركز الشرطة وين باش ينطلق استجوابه ويحاولوا يفهموا معاه الأمنيين شنو اللي صار بالضبط. كريس قال لي هو كل صباح يقوم بكري في حدود 6 غير 4 يمشي يترينا في سال دو سبور. كلم مرته أكثر من مرة باش يقاومها لكن ما جاوبتوش، ما تحصلش عليها. هنا كلم جارو المحقق جاستين. حاجة الأولى اللي داو بها المحققين باش حاولوا يفهموا الوضع في وسط هذه العائلة. بداو ساعة باستجواب الجيران، كانوا مصدومين ساعة من خبر مقتل العائلة. الجيران أكدوا أنه هذه العائلة تقريبا عائلة مثالية، الصغار الزوز متربين بالباهي، عمرهم ما سمعوا أصواتهم عالية، ديما يخرجوا مع أبوهم يلعبوا شوية قدام الدار، مرة يعلمهم شوية البسكليت، مرة يلعبوا بالكرة. أمهم سيبت خدمتها على خاطرهم وكرست حياتها لتربيتهم وحمايتهم. طيب تزيد تفهمني بعد شوية من شنو بالضبط باش تحميهم؟ علاش فما محقق كي دق الباب وما حللوش الباب دخل من الشباك؟ كل هذه المواضيع انا باش نرجع لك عليها باش تفهمني مليح انه هذه العائله من زمان فما شكون يهدد فيها. على كل حال شيري وكريس عندهم 12 سنه زواج، تقابلوا وقت اللي كانوا زوز في التدريب العسكري. بعد زواجهم شيري ولات ربت منزل، اما كريس فبش يستخدم خبرته اللي تلقاها في التدريب في البحرية وفي الحرس وبش يتحصل على وظيفة عند داعية مسيحية مشهورة. احنا نقولوا داعية في امريكا تقريبا هما عبارة يدعيوا لرواحهم، معناها نوع من النبوة، نوع مش كأنبياء في معنى النبي ولكن عبارة هو مواصلة لأدوار الأنبياء. السيدة هذه اسمها جويس ماير. جويس هي مؤسسة واحدة من السكت يسميوهم من المذاهب أو المنظمات للدعاية لحركة لهذه الحركة الإنجيلية، وهي شخصية ناجحة برشا، تسافر لجميع أنحاء العالم، تعمل مؤتمرات محاضرات، تتعدى مباشر على التلفز المحلية. لكن رغم نجاحها جويس عندها برشا أعداء ومعارضين ومجموعة من اللي مش قابلين أنه امرأة هي اللي تقوم بالدعوة للمسيحية. هذاك علاش ديما معاها حراسة أمنية مشددة. رئيس الأمن متاعها هو كريس كولمان. علاش المحقق جاستين كان أول واحد اتصل به كريس؟ وشو حكاية الكتيبة الموجودة في مسرح الجريمة؟ هات ساعة باش نفهموا النقاط هذه لازم نرجع بيك ل 2008 وقت اللي بديت توصل لكريس رسائل تهديد بالقتل على الميل متاعه، رسائل بسبب خدمته مع جويس ماير. من أول ميل وصله باش يقوم كريس بإبلاغ الشرطة. الميل يقول أخيرا جويس أو أخبر جويس أن تتوقف عن التبشير، وإذا لم أستطع الوصول لجويس فسأتمكن من الوصول لشخص قريب منه. ميل تهديد الأولاني اللي جاه. من وقتها الشرطة كانت تحاول حماية عيلة كولمان. راهو التشدد الديني في هذا المجال موجود عندهم وبكثرة وفيه جرائم وبكثرة، وبالتالي كيفما تهديدات بالقتل الأمن خذاها بعين الاعتبار باش تتعمل دوريات الدور في المنطقة المحيطة بمنزل العائلة. لكن رسائل التهديد باقية وتتمدد وما زالت توصل لكريس، وتطورت في جون في 2009
وقت اللي لقى كريس كولمان في صندوق البريد، عرفتوا صندوق البريد في امريكا عندهم كشفون في الافلام، عندهم واحده قدام الدار هكا كي البوتو صغيروني في صندوق صغير، هذاك صندوق البريد باش تجي رساله المره هذه لصندوق البريد. الرساله تقول لن يكون هناك مزيد من الفرص، الوقت ينفذ بالنسبه لك ولعائلتك. فماشي اوضح من هك. 27 افريل يعني اسبوع قبل الجريمه وصل ميل مره هذه كانذار اخير، واللي تقال فيه لكريس نعرف كل تحركاتك، انا نراقب فيك، نعرف وقتاش تخرج من الدار ووقتاش تروح. كريس كان يبلغ الشرطة بكل رسائل تهديد وكل حاجة جديدة توصل له، وبما أنه الموضوع وصل أنه الشخص هذا يجي لدار كريس ويخلي له رسالة في صندوق البريد، الأمن بدأ يتخذ في احتياطات أكبر، وأولهم المحقق جاستين. هو بالصدفة كان جاره هذا المحقق جاستين كان جار كريس، فدخلته الشرطة في نوعا ما عمليات الحماية اللي موجودة في هذا المنزل. عدا هو المحقق باش يركب كاميرات مراقبة في داره بالذمة، لكنها متجهة للشارع وتطل على دار كريس. فماشي حاجة تصير مريبة هاوك يشوفوها في الكاميرا. لكن رغم كل مجهودات الشرطة لحماية عائلة كولمان، إلا أنه صار المحظور، صار اللي كانوا خايفين منه، ونجم القاتل يدخل لدار كريس وعمل اللي كان مخطط له عنده مدة. لكن إذا هالجريمة مرتبطة بالداعية جويس ماير، الموضوع بش يصعب على المحققين. عليه خاصة السيدة هذه قلت لك عندها برشا مريدين، صحيح، ولكن عندها برشا كارهين وموجودين في أكثر من ولاية. أول ما بدأوا المحققين بعد ما جمعوا كل هذه المعطيات بدأوا يتبعوا كل شخص يعبر بشكل علني على كره لجويس ماير، اللي يكتب حاجة كومنتير اللي يشوفوها معلق حكاية هزز بوندرول في محاضرة من محاضراتها على أساس أنه يكرهها أو كذا، فيتم التحقيق معها. سيتم استجواب المئات من الناس اللي يكرهها. في نفس الوقت كانوا زادة يستجوبوا في كريس، فماش ما يعطيهم معلومة تخليهم ينجموا يحددوا بأكثر دقة من هو القاتل. كريس مازال في حالة هستيرية، يبكي في كل جواب تقريبا على كل سؤال يتسأله من المحققين. شبيك فرد ضربة فقد مرته وولاده الاثنين. لكن واحد من المحققين اشتجذب انتباهه وحكاية ظهرت له غريبة، نعرفش انت شنو رايك فيها. مش يسألوا قل له كيفاش تتصور أنه مرتك وأولادك تقتلوا؟ فكريس مش باش يكون عنده جواب. شوف معايا الفيديو. How do you think they died? No idea. You guys haven't told me. Okay. Do you have any clues? إذن المحقق سأل كريس كيفاش تعتقد أنهم تقتلوا، وكريس قال ما عندي حتى فكرة ولا ما نعرفش. وبالتالي استغرب المحقق، هذا كيفاش بربي واحد عيلته بالكامل تتقتل وهو ما جيش البالو يسأل المحققين شنو صار لهم؟ يثبت من بعد مع أصدقاء المحققين لا شاف الجثث لا سأل شنو اللي صار لهم، ما سأل على حتى تفصيل كيفاش ماتوا، ما كانش عنده فضول جملة على اللي صار لمرته وأولاده. بون نجم يكون راهو تحت تأثير الصدمة، ساعات الواحد كيفقد واحد عزيز عليه ما يحبش يشوفه في وضعية خايبة، يحب يخلي عليه تلك الصورة الجميلة
اللي موجودة في ذهنه. لكن مع هذا، بالنسبة للمحقق هذا اللي قاعد يستجوب فيه، بدأت الأسئلة أكثر لكريس، وبدأت الشكوك تزيد وتحوم حول نوع من العلاقة نجم تكون عنده في هذه القضية. فزعم الكارهين متاع الداعية هالسيدة هذه هما اللي انتقموا من عيلة كريس كولمان، ولا كريس عنده يد فيما حصل لعائلته؟ هذا اللي نشوفه تفاصيله في الجزء الثاني من حكايتنا لليلة.